وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى انعقاد الاجتماع الأول للجنة إدارة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ستكون اجتماعاتها بصفة دورية، موضحا أن هذه اللجنة تهدف إلى مراجعة موقف توافر السلع وحركة الأسواق المحلية، لافتا إلى أنه تم التوافق مع مسؤولي الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار استرشادية عادلة للسلع حتى لا يكون هناك أي مغالاة أو مبالغة في الأسعار. كما أشار مدبولي إلى اجتماع مجلس المحافظين أمس، والذي أشار خلاله إلى أن الحكومة تركز في هذه الفترة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على التصدي لأي ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة الحالية التي تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة، لافتا إلى توجيه المحافظين بضرورة التأكد بصفة مستمرة من أن الأسعار المطروح بها السلع تعتبر أسعارا عادلة، وأنه لا توجد أي مبالغة أو مغالاة في تلك الأسعار.